السياسيه بتتم على مشروع سياسي. لا اعتقد انه في مشروع سياسي يجمع القوى الثوريه بالاخوان المسلمين، سواء على المستوى الاستراتيجي هو عايز يقيم دوله من دول الخلافه الاسلاميه، او على المدى القريب ان هو عايز يرجع شرعيه مرسي للسلطه، ولا على مستوى حتى الموقف الحاسم من المجلس العسكري. يعني بنرجع تاني لاخوان المسلمين بيعودوا تاني لمناوراتهم السابقه، الكلام حوالين مؤسسات الدوله ماشي، والموقف من مؤسسات الدوله انه يقول انتخابات ومش الانتخابات. المؤسسات الدوله اللي بتلعب دور في الثوره المضاده دي لازم نقف ضدها كامله، مش ضد اشخاص فيها. الحاجه الثانيه انه يعني تزييل البيان بانه وما اردت الاصلاح الا ما يعني ما استطعت، انه اريد اصلاحا اصلاح ما استطعت، ده يعني اشاره كده ان احنا يعني هندخل في الفتره اللي جايه لعمليه اصلاحيه. ف ما اعتقدش ان في مشروع سياسي حالي يجمع القوى الثوريه بجماعه الاخوان المسلمين. النقطه الاساسيه بقى في هذا الاطار، القوى الثوريه نادت الجميع في التوقيت الصح وفي المكان الصح وبالمطالب الصح في 2011 للاطاحه الكامله بالنظام. رفضت القوى الاسلاميه وعلى راسها جماعه الاخوان المسلمين، ورفضت القوى الاصلاحيه الليبراليه والقوميه اللي كان في وقتها على راسها البرادعي. المجموعتين رفضوا نداءات عده ومعارك عده بالالتحام بالجماهير في الميادين والقوى الثوريه علشان اطاحه كامله بهذا النظام. طول الوقت المجموعتين دول كانوا بيفرملوا الجماهير، الان بيتم منادتنا للمكانين الغلط. القوى المسمى نفسها المدنيه بتنادينا للدخول في جبهه 30 يونيو للتحالف مع العسكر، واحنا لن ندخل في تحالف مع العسكر. والقوى الاسلاميه بتنادينا من اجل عوده الشرعيه الدستوريه او شرعيه مرسي، واحنا برضو مش هنروح لهذا الاتجاه لانه هو يعني مواقفهم متردده ومتراوحه. احنا هنظل في الشارع، واحيانا مواقفهم هي بتضطرنا ان احنا نقدم تنازلات، خصوصا في موضوع الانتخابات مثلا ماشي. سواء القوى اللي قعدت مع محمد مرسي قبل الجوله الثانيه واتفقت على مطالب او حاجات هو يعملها وما عملهاش، او الفتره الحاليه بخصوص انتخابات الرئاسه. لكن احنا هنبقى موجودين في الشارع، هدفنا الاساسي التصدي للثوره المضاده والانقلاب العسكري بكل قوه، وموقفنا هتبقى تظل مبدئيه في مواجهه القمع. اعتقالات او مذابح او قوانين استثنائيه او احكام عسكريه من القضاء المدني جائره هنقف ضدها وضد اي قمع، حتى لو كان موجه لخصوم سياسيين او منافسين سياسيين زي التيار الاسلامي. احنا مع الحريه لجميع المعتقلين من التيار الاسلامي بسبب قضايا راي، القصاص لشهداء الثوره جميعا وشهداء المجازر اللي حصلت بعد الانقلاب العسكري وخصوصا مجزره رابعه والنهضه، وبنطالب بمحاكمه المسؤولين عن التعذيب الاسلاميين في السجون. احنا مع يعني كل هذه المطالب وبندافع عنها وبنقولها طول الوقت، ومساعدين نقف كتف بكتف للدفاع عن الجامعات في مواجهه الاقتحام، والطلبه في الجامعه يعني بيشتغلوا بالطريقه دي. لكن انه يبقى في ارضيه سياسيه او تحالف سياسي في اللحظه الحاليه مش وارد.